ومن تعز ينضم إلينا عبر الهاتف مجد الدين شكري مراسل الغدة. مرحبا بك مجد، إلى أين وصل سير العمليات العسكرية في مدينة الحديدة وأي المناطق سيطر عليها الجيش اليمني حتى الآن؟ نعم، قوات الجيش الوطني أعلنت قبل قليل سيطرتها على ضاحية النخيل الجنوبية جنوب أو في الأطراف الشمالية من منطقة الدريهمي، وهناك يعني لا تزال الأوضاع متوترة بين قوات الجيش والميليشيات. يبدو بأن الميليشيات تدفع بجميع قواها للتصدي لزحف قوات الجيش الوطني. هناك أيضا معلومات وردتنا بأن قوات التحالف أو بوارج التحالف العسكرية تكثف من عملياتها ونقاطها الصاروخي والمدفعي على مواقع، وأيضا تحركات الحوثيين وفق ادعاءات تزعمها الميليشيات بأنها استهدفت إحدى بوارج التحالف العسكرية قبالة سواحل مدينة الحديدة. قوات التحالف يعني قدمت الكثير أو عدد من البوارج الحربية وهي تقترب من سواحل المدينة مدينة الحديدة، وهناك أيضا بوارج قريبة من ميناء الحديدة وتطلق إنذارات وصفارات للصيادين وأيضا للمواطنين للابتعاد من الميناء وأيضا الابتعاد من الأماكن التي تشهد عمليات عسكرية. يعني مجد، بعد هذه التنبيهات التي تطلقها قوات التحالف على سكان المنطقة وبعد هذا القصف الجوي والمدفعي الذي تعرضت له المدينة، هل هناك عمليات نزوح شهدتها مناطق الحديدة؟ حتى هذه الأثناء لم تتجر عمليات نزوح، لكن يعني التحالف أبلغ أو أعلن وناشد المدنيين بالتزام أماكنهم والابتعاد من الأماكن العسكرية. الأماكن التي ستشهد عمليات عسكرية هي كانت قد تم تنبيه المدنيين منذ وقت سابق، وهي ربما شبه خالية من السكان بقرابة أسبوع، ولكن يعني هناك توقعات بأنه سيتم ربما إدلاء العشرات من الأسر خاصة من المناطق القريبة من الميناء وأيضا المناطق القريبة من مطار الحديدة الدولي، لكن عملية الإنذار لم تتم حتى هذه الأثناء. بالتأكيد مجد، يعني سنتابع معك المستجدات خلال تغطيتنا الإخبارية المقبلة. من تعز مراسلنا مجد الدين شكري، شكرا جزيلا لك.